هنكمل النهاردة الجزء الثاني والأخير، ويمكن دي آخر محاضرة نظري إن شاء الله. وبرضه هنكمل اللي بدأناه المحاضرة اللي فاتت عن الاستشعار أو الريموت سينسينج. وقفنا المرة اللي فاتت على الطريقة الأولى أو الوسيلة الأولى من الاستشعار عن بعد، وهي الوسيلة الجوية. التانية وسيلة الوسيلة الفضائية، ودي زي ما قلنا من المسائل المهمة. الميزة إنها بتبعد أوي عن الأرض، وبالتالي إن مساحة الرؤية أو مساحة التصوير هتبقى أكبر. انواع وسائل مأهولة، ودي وسائل بيبقى فيها رجال فضاء مع اجهزة الاشارة عن بعد، او وسائل غير مأهولة ودي بيبقى فيها الاجهزة بس. اول او اهم نوع للأقمار الصناعية، وبنقول ان تعتبر الأقمار الصناعية الوسيلة الاكثر استخداما لعدة اسباب. دي من الاسئلة المهمة اللي ممكن تجي لك. اول حاجة توفير معلومات لمعظم اجزاء الارض. تاني حاجة عدم قيود وجود قيود سياسية، ودي مهمة طبعا عشان لو طيارة او حاجة ممكن لازم تاخد موافقة، انما الأمر الصناعي انت مالكش علاقة بيه اصلا. تالت حاجة الانخفاض النسبي لتكاليف الحصول على البيانات. رابع حاجة التكرار الزمني للإشارة عن اي منطقة. امكانية الحصول على المعلومات المباشرة للتصوير. امكانية الحصول على معلومات على صور رقمية. بعض المصطلحات، احنا هنركز على مصطلحات مهمة او الأمر الصناعية. اهمها الريزوليوشن او الدقة التمييزية، اللي بتعرف بانها قدرة النظام البصري لجهاز التحسس على التمييز بين الاجسام المتشابهه. ودي اللي بتخلي على فكره الاقمار الصناعيه المنتج بتاعها غالي قوي او اقل او اهم ريزوليوشن السبكترال ريزوليوشن او الدقه التمييزيه الطيفيه، ودي مدى او عدد اطوال الموجات في الطيف المغناطيسي، باختصار دقه الصوره نفسها. الدقة التمييزية المكانية، ودي أهم شوية لأنها بتقدر تجيب أو بتقدر تقول لي دقة الصورة نفسها أو دقة القمر الصناعي بيوصل لقد إيه. ودي بالنسبة للقمر الصناعي بتنقسم لثلاث أجزاء أو ثلاث أقسام. أول قسم دقة عالية قوي، بتوصل الريزوليوشن بتاعه اللي 61 سنتي، وده للأسف الحصول عليه صعب. الصورة بتوصل فيه 30 و40 ألف جنيه. المتوسطة، ودي بتوصل ودي بتبقى دقتها 30 متر، ودي متاحة على النت شوية. اللو، وده اللي كنا بنشتغل بيه زي جوجل ايرث والكلام ده كله، ده دقته بتوصل لكيلو. الدقة التمييزية الإشعاعية، وده نوع تاني أو تاني نوع من الدقة، وهي مقياس لحساسية الكاشف. الدقة التمييزية الزمنية، ودي بتاخدها جهاز التحسس اللي يغطي نفس المنطقة، عايز المدة الزمنية اللي بتاخدها الجهاز ده. تاني حاجة التغطية المكانية، ودي المساحة اللي بيغطيها أو المنظر العام اللي بياخده الفيلم زي ما بيقولوا زي كده. دي التغطية المكانية للقمر الصناعي الفرنسي اللي هو سبوت. بنتكلم بقى على الدول اللي واصلة أو المتميزة في الإشارة عن بعد زي أمريكا واليابان وروسيا. طبعا العرب زي ما كلنا عارفين بيملكوا أقمار صناعية عشان الفوازير، عشان البث التلفزيوني. وده شكل عام للدول اللي هي الرائدة في مجال الإشارة عن بعد. تحليل وتفسير صور الإشارة عن بعد، ودي يمكن التارجت أو الهدف الرئيسي بقى. الأقمار الصناعية زي ما قلنا مهم أوي، أو يعتبر التارجت الرئيسي للحصول على الصور. بالنسبة لموضوع الإشارة عن بعد، احنا اتفقنا إن هو بتقدر منه تقرا صورة أو تطلع، زي ما قلنا تعريفه من الأول خالص. هو الفكرة كلها انك انت تقرا الصورة وبتطلع معالجة الصور بقى. معالجة الصور دي بتاخد 3 مراحل. يبقى الصور الاول قبل ما تبدأ تقراها لازم تعمل لها عملية معالجة. اول حاجة معالجة اولية، تاني حاجة تحسين الصورة الايمج انهانسمنت، اخر حاجة دمج الصور. المعالجة الاولية بتهدف لتصحيح الصورة من الحاجات المشوهة. ايه الحاجات المشوهة؟ ويعمل لها كوريكشن. اول حاجة تصحيح هندسي، وده بينتج من ايه؟ بينتج عن التغير في ارتفاع النصة اثناء الطيران او اثناء الامر الصناعي بيطير. ممكن تلاقي الارتفاع اتغير، ما خدناش احنا في الدورامتر للاسف، كنت هتاخد بالك من الحكاية دي قوي، لان احنا بنغيرها بشوية حاجات رياضية ممكن تظبط. التصحيح التاني تصحيح التشوهات الاشعاعية، ودي برضو نتيجة ايه؟ اخطاء في استجابة احد الاجهزة احيانا، فبتعرف انت الحكايه زي ما اتفقنا. ثانيا تحسين الصور. تحسين الصور هنا بيعمل ايه؟ الراجل بيبدا يحدد اكتر من صوره عشان يقدر يجيب المعلم. تفسير وتحليل الصور، الانتربريشن دي اهم عمليه بقى، انها بتفسر بتطلع النتائج. التفسير طريقتين، عندي وسائل يدويه ووسائل
المانيوال او الطريقه لتحليل التفسير اليدوي. وده بيعتمد على ايه؟ اولا بيعتمد على ان لازم الخبره العاليه، ثانيا في شويه ظواهر من الاسئله المهمه، جنرال كاركترستيك اوف فونيما. اول ظاهره ظاهره الحجم، طبعا حجم الظاهره نفسها بيفرق، حجم المباني وتنظيمها وارتباطها بالمساحات الحدائق والملاعب. الشكل، ودي برضو مهمه جدا، في مباني اول ما بتشوف شكلها بتعرفها، زي ملاعب الكره وزي وزي، احنا بناخد بالنا منها. الشكل زي كده مثلا، تكون عارفين دي الكعبه، مجرد الصوره زي دي مش محتاجه اي تحليل، شكل الكعبه باين. او زي دي، ده البنتاجون، شكل البنتاجون. او دي المطارات، طبعا من الحاجات المميزه قوي نتيجه الشكل بتاع الران واي وشكل المسافات اللي حواليها وشكل، فده اول ما نشوفها نقول ده ران واي او ده مطار. طبعا الاهرامات او الاماكن الاثريه ذات الاشكال المتميزه، طبعا دي برضو ده مفاعل بوشهر على فكره، ده مفاعل في ايران. برضو بيعرفوه ازاي؟ بيعرفوه بالاشكال نفسها، الاشكال دي بتبقى خاصه بالمفاعلات النوويه. الوقت من السنة أو الوقت من اليوم والسنة طبعا تفرق، لو بتصور يوم جمعة مثلا أو بتصور بعد الظهر غير الصبح وهكذا. الظل، والظل مهم أوي طبعا، ليه؟ لأن أنت وأنت بتبص على أي حاجة ممكن تشوف العمود النور نقطة، لكن الظل بتاعه هو اللي بيبينه، الشجرة وهكذا. طبعا شكل بيبقى له أثر سلبي، يعني زي كده مثلا مش قادر أميز حاجة لأن الظل عمل لي مشكلة مع المباني. فالظل فيه ميزه ان انا اقدر اطلع منه اللي انا عايزه. الحاجات الرئيسيه ممكن اعرف شكلها، زي برج مثلا خليفه، لما بشوف صورته اول ما اشوف الصوره الظل بتاعه بيبان اصلا ان هو برج خليفه. لكن العكس بقى دلوقتي، ده شكل يوضح الاثر. درجه اللون او التون زي ما بنسميها، ودي بتفرق طبعا، وبيبان قوي في المبنى، في الزراعه كمان، لما بيكون لسه اخضر او لما يكون خلاص هي او كده. التحليل الآلي أو التفسير الآلي اللي احنا بنشتغل بيه، معظم الناس بتشتغل بيه دلوقتي خلاص. ايه التفسير الآلي ده؟ وبيقول لك بتصنيف، بطرق التصنيف الآلي نوعين، يا إما مقيدة أو مراقبة، الأن السوبرفايزد كلاسيفيكيشن أو الأن سوبرفايزد كلاسيفيكيشن. مقيد ده بيمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة التدريب، وده مهم أوي الحتة دي برضه على فكرة. مرحلة التدريب عبارة عن إيه؟ الراجل بيقول إن الهدف الشامل لمرحلة التدريب تجميع مجموعة من الإحصائيات التي تصنف الاستجابة الطيفية لكل نمط. تاني حاجة مرحلة التصنيف أو كلاسيفيكيشن، وبيقارن هو بقى بين كل رقم والتاني أو كل شكل والتاني. آخر حاجة المخرجات، المخرجات اللي هي الشكل نفسه اللي هيخرجه، سواء كان جداول، ده شكل يبين إزاي أنا بشتغل، سواء كان الاول المرحله الاولانيه اللي هي التريننج، وبعد كده ابدا اصنفها، وبعد كده ابدا اقوم قايل اه يبقى دول كلهم يعتبروا حاجه، ميه ومزروعات وصخور او حاجه زي كده. الصوره اهيت، ادي البكسل اهو، يبقى بيعتمد على البكسل، قيمه البكسل هنا بيفرق معاه، لو القيمه 20 50 100 ودي كثافه البكسل عليها، فبيقول لا دي ميه ودي رمل، ويبدا يجمع كل الشكل بعضه ويبدا يصنف. النوع التاني التصنيف الغير مراقب، وده المبدأ الأساسي بتاعه، التصنيف الغير مراقب هو القيم الموجودة في نمط الغطاء المعين، زي بالظبط الأوتوكاد لما تيجي تشتغل عليه وبتعمل لاير كده. أبلكيشن، ودي بقى آخر حاجة، ودي حاجة مهمة برضو، إيه تطبيقات الريموت سينسنج؟ هنقول إن لها تطبيقات كتير، بس هنقول أونلي أفيو أوف ميني، يعني هنقول حاجات صغيرة من كتير قوي. أول حاجة دراسة حركة المرور ومواقف السيارات. تاني حاجة استخدام اللاند يوز، دي مهمة برضو، استخدام الأراضي. تالت حاجة دراسة المجمعات الصناعية. رابع حاجة دراسة التمدد الحضري واتجاهه. التطبيقات العسكرية، ودي مهمة برضو طبعا، لأن على فكرة الاستشارة عن بعد اللي بدأوا كالعادة، وزي ما بنقول العسكريين أو القوات المسلحة، كان الهدف في الأول خالص التجسس اللي كان حاصل أيام الحرب العالمية الأولى والتانية، عملية الاستطلاع، تدريب الطيارين، كل الحاجات دي كلها كان الاستشارة. دي بقى الاساينمنت، ودول 9 اسئله بالاضافه للسته القدام، يبقى احنا عندنا حوالي 15 سؤال في الريموت سينسنج مع 10 اسئله في الجي بي اس، يبقى انت كده معاك 25 سؤال نظري، وربنا يعينك ونشوفكوا على خير.